السلام عليكم. إليكم مقارنة لأفضل المواهب في الدوري الألماني هذا الموسم وبلغة الأرقام: موسيالا، فيرتس، وإكسافي سيمون. عدد المباريات: عدد الأهداف المسجلة: 8 تمريرات حاسمة. بناء على هذه الأرقام، من هي أفضل موهبة في الدوري الألماني هذا الموسم؟ كأرقام، فيرتس فاز بثنائية الكأس والدوري وساهم في 38 هدف. ماذا عنكم؟ أنتم؟ إلى فيديو مقبل إن شاء الله.